ليه احنا في الكوره متجهمش؟ يلزم اخويا شكون باب بلغه الكوره باب عنده الفكره نتاعو، لازم يكون موجود سي يوسف وسي فوزي موجود. لا لا كان لازم نجيبوا سي لا ما تقول الكلام هذا يا خاطر. لا 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 ما تقولش الكلام هذا يا خاطر. انا قلت لك تقول الكلام هذا وانا والمحترمين فهم برشا ناس يكتبوا. لا لا انا مش نقولوا شو كلهم يحترموا نفسهم ساعه الناس اللي قاعدين يكتبوا. وانا اليوم قلت رايي بيان سور قلت رايي التوقيت رأي فني ومحترم. لا لا. إيه قلت رأي في التوقيت ومن حقي باش نقول رأي في التوقيت من حقك تقول كل شيء ومن حقي باش نقيم خاطر أنا تقيمت 40 سنة أنا من حقي باش نقيم طبعا واللي يحب يحب واللي ما يحبش هو حر طبعا أما من حقي باش نقيم باش تقيم وباش تعطي الأراء نتاعك في كل وقت وفي كل مكان وفي كل زمان كي نقيم يا خالد نقيم على شيء كي نوضح بطرق علمية كي نوضح الواقع ما تكلمت على التوقيت ما عنده حتى علاقة ولو حتى باش تعينه تو باش هو ما عنده ما يعمل ما عنده ما يعمل وعمرنا ما حين ما عمرنا ما نحينا انترنور وحطينا واحد باش عمرنا ما عملناها عملوها اليوم علاش وانا شاطر المتر خرجنا من اللب تقييم المسابقة والمشاركة ومشينا نحكي في موضوع المدرب نمشيو للمستقبل بأكثر أكثر من توجه صحيح وإن شاء الله إن شاء الله نكونوا في الطريق الصحيح هزيت مشينا الحاجات وفي هذية في هذية ولا المنتخب متانا ما هوش محترم كلمة كبيرة سيوسف أي نعم شنو كلمة كبيرة شو مالك كلمة كبيرة؟ المنتخب مش محترم بالطبع كي أنت تاخذ قرارات في المستقبل متاع المستخب بالطريقة هذه مش محترم القرار أو اللي يخذي القرار لا لا المحترم المنتخب أو اللي يخذي القرار لا لا القرار القرار نحكي على القرار التوقيت توقيت القرار لا يحترم المنتخب قرار ما يحترمش المنتخب شوهنا صورة المنتخب يعني بالطبع بالسهولة هذه بالسرعة هذه عليه هذا شيء يعطيك الصحة عبد الباقي في التصحيح نتاع الكلمة القرار من القرار نقص من قيمة المنتخب نتاعنا ليه ونقطة أخيرة خالد يلا كلمة أخيرة وسكرنا وقت الموضوع